كلمه. What does it mean in Arabic؟ الماضي المستمر. Information بتاعته was or were plus where plus ing. Was بتيجي معايا يا دكتورة أسماء؟ Where بتيجي معاك؟ Thank you. طيب أول جملة أسماء was شادي كانت في الدردشة من فوق. She entered enter at 9 o'clock. أنا حطيت وصف chatting ليه؟ لأن ده حدث كان مستمر. At specific time in the bus. حدث كان مستمر. وقت محدد في الماضي. الجملة الثانية. While I was eating my lunch. بينما أنا باكل إيه؟ الغداء مستمر. إيه اللي حصل؟ The door بالقراية. ده الغرز الباب. أول ما سمعت الغرز. Lift the spoon. تركت معلقة. From my hand and went to open the door. رحت أفتح الباب. يعني إيه؟ An action was continuous. حدث كان مستمر. And another action in the wrong way. وحدث واقع. حدث واقع. الجملة الثالثة. While لما شلت أي حطيت الفعل يا رحمة. Eating. While eating my lunch, the door bell rang. بدون فعل حطيت الفعل زاد ING. During يعني إيه؟ أثناء. دي بعدها إيه؟ Lunch. الاسم. يبقى during lunch, the door bell rang. الحالات الشاذة بقى. ممكن بعد while الاثنين two actions come in bus continuous. يبقى مستمر. طب ليه؟ لانه بيحصلوا في نفس الوقت. While I was teaching انا بدرس. انتوا بتعملوا ايه؟ You are listening to me. The two actions happened at the same time. While I was watching television بينما انا بشاهد التلفزيون. My mom, امي was preparing dinner. جاهز العشاء. In the kitchen. The two action happened at the same صوت نفس الايه؟ الوقت. ممكن لون اثنين ماضي بسيط. امتى؟ مش بينهم فواصل زمني. لما اقول لون يمنى visited me لما زارتني في البيت. I welcome the air. مرحبا بيها. حصل في نفس الايه؟ الوقت. مش بينهم فواصل. When I saw رحاب I admired the air. لما شفت رحاب اعجبت ايه؟ بيها. يبقى الحالتين مش بينهم ايه؟ فواصل ايه زمنية وحنين. لما شلنا هون وحطينا on حطينا الفعل زائد on seeing رحاب I admire. Thanks for listening.